أعزائي مشاهدي ومتابعي بوابة أخبار اليوم وقناتها الرسمية على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم محمد محمود، مسؤول ملف الطاقة في الموقع. النهاردة من داخل مؤتمر العالمي للشباب في مدينة شوتشي في روسيا، هنلتقي بأحد الشباب عشان يوضح لنا إزاي هو قدر يعيش هنا في روسيا ويتعلم إيه الصعوبات اللي واجهته، ازاي قدر يحصل على منحة مجانية عشان يتعلم هنا في روسيا. هيوضح لنا حاجات كتير عشان اللي حابب يجي يتعلم هنا او يستفيد من تجربته، نقدر احنا نوصله ده بسهولة. اهلا وسهلا بحضرتك، نتعرف بيك في البداية. انا حسين شاذلي، طالب مصري من السويس، عندي 27 سنة، عايش هنا في روسيا بقالي 3 سنين. حصلت على دبل ديجري من الجامعه المصريه الروسيه، عرفت ان هاجي بعد كده. يعني انت رجعت مصر خلاص بعد ما خلصت دلوقتي؟ بعد ما خلصت بكالوريوس خلاص، انا خلصت بكالوريوس رجعت مصر. الدراسه دي كانت على حسابك؟ على حسابي. بعد كده سمعت ان في منح مقدمه من مركز الثقافه الروسي للطلبه المصريين او مش المصريين، للطلبه الاجانب، يقدر الواحد يقدم عليها ويختار الجامعات الدراسيه بتبقى منحه مواله بالكامل، الطالب ما بيدفعش فيها ولا جنيه، مجرد بس تذاكر الطيران بتبقى عاليه، غير كده ما بيدفعش فيها حاجه. هو تذاكر الطيران فقط؟ تذاكر الطيران فقط، وعلى حسب الجامعه ساعات الفيزا بتبقى عاليه. انما الرخصه دي يعتبر رمزيه في تذاكر الجامعه، انما في الجامعه ما بيدفعش ولا مليون ولا اي حاجه. طب انا كطالب مصري ايه الصعوبات اللي هتقابلني اول ما اوصل هنا؟ اللغه الروسيه. اللغه صعبه؟ اللغه الروسيه هي اصعب عقبه بالنسبه للطلبه المصريين، بمعنى ان انا بنصح الشباب اللي جايين روسيا يعرفوا اساس اللغه الروسيه عشان يعرفوا بس المبادئ، يعرفوا يتكلموا مع الناس، يعرفوا يجيبوا فلوس. بس انا كهتعلم، هل هتعلم باللغه الانجليزيه ام باللغه الروسيه ككتابه وقرايه؟ مش كلام ده هقدر اتعلمها في البلد كمان، يمكن الاختيار اللغه الروسيه او اللغه الانجليزيه، وبتبقى على حسب الجامعه عندك تقدر تنجح فيها اللغه الروسيه او اللغه الانجليزيه او لا. الافضل الانجليزي طبعا. لا الافضل الروسي طبعا. اسهل؟ لا لغه البلد هتاخد علم اكبر، هتاخد شرح احسن، هتاخد ماتيريال اكتر، الماتيريال الروسيه مليئه بالعلم. مش ممكن يبقى مش كلها مترجمه للانجليزيه، فلما بتدرس في نفس البلد مع طلبه روس زيك زيهم في المحاضرات، بتتعرف عليهم، بتتعامل معاهم، بيساعدوك، بتساعدهم، فبتوصل لدرجه علميه اكبر وبتقدر تعيش في البلد احسن، تقدر تشتغل جوه البلد. هل بتقدر تشتغل بجانب الدراسه؟ اه طبعا بقدر اشتغل جنب الدراسه، بتدرب. انا حاليا بتدرب مع روس اتوم، انا مهندس روبوتكس مع عام مع حضرتك. روس اتوم اللي هي الشركه الروسيه المسؤوله عن بناء المفاعل النووي في مصر. بناء المفاعل النووي، اكبر جامعه موجوده في روسيا متواجده في موسكو في الهندسه، اكبر جامعه هندسيه. هل هتستمر في العمل في روس اتوم بعد ما تخلص المنحه؟ انا ان شاء الله. ولا هتدور على فرصه افضل؟ ان شاء الله بعد 3 أو 4 شهور هناقش رساله الماجستير ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله ناوي اكمل مع روس اتوم في تدريباتي بحيث ان انا اوصل قدر كافي من العلم ان انا اكون من الناس اللي هتشغل المفاعل او الناس اللي هتكون موجودين في المفاعل في مصر، بحيث ان احنا نقدر ننقل خبراتنا احنا كمصريين نتدرب هنا ونتعامل هنا وننقلها مصر، نقدر ننقلها للجانب المصري وللناس اللي هتشتغل بعد كده هناك عشان نقدر نبني اجيال بعدينا تقدر تقوم بالعمليه. يعني انت قررت المجال النووي خلاص، انت حبيت تشتغل فيه؟ انا حبيت تدريب النووي، والناس هنا متفاهمه جدا معانا، والناس ما بتبخلش علينا باي حاجه، لا بعلم، لا برحلات، لا بترفيه، لا بمشاركات علميه في مؤتمرات علميه، الناس هنا كويسين جدا 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 فوق الوصف. طيب بالنسبه هل المنحه بتتكلف بالبوكيت ماني؟ يعني انا دلوقتي موفره لك ده؟ المنحه موفره لي بوكيت ماني، وبتختلف من جامعه لجامعه، لان الجامعات هي اللي بتدفع البوكيت ماني. كواحد شباب بيدرس تحتاج كم مصروف شهري؟ من كل مدينه لمدينه بتفرق. في موسكو مثلا؟ موسكو بتحتاج حوالي ما يقلش عن 20,000 شهريا. شهريا اللي هم حوالي
$32 دولار. ده بدايه ده ماكسيمم ده تعيش مرتاح بالنسبه لك كده كده يعني مش محتاج غير اكلك وشربك ومواصلاتك ولبسك والكلام ده كله ف 20,000 روبل 15,000 روبل بيبقى كفايه وزياده كمان خصوصا الجماعات حتى ما بتسيبكش كده اللي هم $200 $220 هو بتاخد من الجماعه مثلا 50-60 لو درجاتك عاليه بتفضل تزيد لحد ما توصل ل 100 كل ما تبقى متفوق كل ما البوكيت ماني بتاعك بيزيد كحافز او بالظبط تمام يعني عايزك بقى توضح لنا برضه عشان نفيد اللي بيتفرجوا علينا ازاي لو انا عايز اقدم على المنحه هل هي صعبه ولا الطريقه سهله؟ المنحه مش صعبه خالص هي مجرد ليها شروط اختبارات ليها انترفيو يعني هي بتقدم لها عبر المركز الخاص الروسي وبتقدم زي ويب سايت المنحه بتطلع حوالي شهر 9 تفضل شغال كل سنه في شهر 9 وتفضل شغال لحد شهر 1 تقديم اونلاين تقديم اونلاين بتدفع كل الاوراق الاوراق سهله جدا باسبور شهاده جامعيه ترجمة للغة الروسية بيان درجات خطاب توصية من الجامعة اللي انت بتدرس فيها او المدرسة اللي بتدرس فيها بحيث ان انت تكون حسن السير والسلوك ويقدروا يعني يقدروا يعرفوا ان الشخص ده كويس زي ده بتاعته بعد كده بيعملوا لنا ريفيو بالانجلش لو هو ما يعرفش روسي ولو هو ما بيعرفش روسي بيدرس روسي فقط ابتدائية حتى لو هيدرس باللغة الانجليزية بس عشان يقدر يتعامل في البلد حتى لو عايز يشتغل عايز يعيش لازم يكون عارف اللغة الروسية انا سعيد برفع حضرتك انا اتشرفت فرصه سعيده وبالتوفيق دايما في الامتحانات ان شاء الله شكرا اعزائي مشاهدي ومتابعي اخبار اليوم من داخل المؤتمر العالمي للشباب في مدينه سوتشي الروسيه انتظرونا في متابعات مع الشباب المصري وانا اعرض لكم تجاربه هنا في المدينه ونماذج المدينة.